السلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله ساجيب عن جميع استفساراتكم والاسئله وايضا يعني التعليقات المتكرره اللي كانت تصل الي في الفتره الاخيره، وذلك بشكل كبير جدا. وايضا اشارك معكم اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري وردت فعل الكوتش جبار بالماضي عندما علم اننا راح نلعب المباراه الثانيه امام بوركينا فاسو في الاراضي المغربيه، خاصه انه عندنا العديد من المباريات راح تلعب في نفس الأراضي المغربية. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله بالضبط في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى وغير مشتركين، رجاء أن تشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشروا في هذه القناة مستقبلا. نبدأ لكم أعزائي المشاهدين بالخبر الأول اللي يتعلق ب يعني جدول مواعيد مباريات المنتخب الوطني الجزائري في يعني مسابقة المباريات المؤهلة لمونديال قطر سنة 2022. رغم أنني يعني ذكرت في العديد من الفيديوهات السابقة، ولكن ما زالت تصل لي نفس الأسئلة. فعزيزي المشاهد، إذا راك على دراية بهذه المواعيد فيمكنك تقديم الفيديو قليلا من أجل أن تتخطى هذه الأخبار. على العموم أعزائي المشاهدين، المباراة الأولى التي ستقام هنا في الأراضي الجزائرية ستكون بين الجزائر وجيبوتي في الموعد الرسمي المحدد يوم 2 من شهر سبتمبر المقبل سنة 2021. المباراة الثانية اللي راح تلعب أمام الجزائر وجيبوتي خارج الديار الجزائرية راح تلعب في يعني الأراضي المغربية بطبيعة الحال، لأن بوركينا فاسو ما عندهاش ملعب صالح للعب يعني باختصار شديد، وستقام هذه المباراة يوم 7 من شهر سبتمبر سنة 2021، يعني في نفس الشهر. أما السؤال اللي طرحوه عليا بشكل كبير جدا، وقتاش راح نلعبوا المباريات الأخرى؟ رانا على دراية بهذه المواعيد، ولكن مباراة النيجر وايضا جيبوتي للعوده وبوركينا فاسو يعني وقتاش؟ طبعا اذا مشاهدين لحد الان ما كاينش موعد محدد، كاين موعد يعني متوقع في الفتره الممتده بين 6 و 9 اكتوبر راح تقام المباراه الجامعه التي ستجمع بين الجزائر والنيجر هنا في الاراضي الجزائريه. اما مباراه الذهاب للنيجر والجزائر ستكون في الفتره الممتده بين 10 الى 12 اكتوبر، بينما اذا مشاهدين مباراه الذهاب بين جيبوتي والجزائر ستكون في الفتره من 11 الى 13 نوفمبر. اما المباراه الاخيره مباراه العوده امام بوركينا فاسو ستكون في الفتره الممتده بين 14 و 16 نوفمبر. هذا كل ما في الأمر أعزائي المشاهدين، فتمنياتنا للتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. نمر الآن إلى الخبر الموالي الذي يتعلق بالكوتش جمال بلماضي وردة فعله عندما علم بأن المنتخب الوطني الجزائري سيواجه منتخب بوركينا فاسو والعديد من المنتخبات الأخرى في الأراضي المغربية. لماذا زعما المشاهدين يعني ما راحش نلعبوا في الاراضي الخاصه بهذه الدول اللي راح نلعبوا لها واللي راح نلعبوا ضدها؟ لانه الفيفا والكاف حرمت 8 دول زعما المشاهدين من عدم اللعب في اراضيها، وطلبت منهم ان يعني ان تجد بلد مغاير وايضا بلد محايد من اجل ان تحتضن مبارياتها فيها، لانه الملاعب الخاصه بها باختصار شديد غير صالحه للعب وغير متوافقه لقوانين يعني الدوليه لكره القدم، يعني باختصار شديد. فكشف لنا موقع العربي الجديد عن ردة فعل الكوتش جمال بلماضي حسب مصادر داخل القريبة من الكوتش جمال بلماضي، حيث صرح قائلا باللي الظاهر أمامكم، كان المنتخب الوطني الجزائري أكبر المستفيدين من هذا القرار، كون ذلك شمل منافسيه الثلاثة في مجموعة بوركينا فاسو النيجر وجيبوتي، والتي قرر استقبال رفقاء رياض محرز في ملاعب المملكة المغربية. وقائلين علم العربي الجديد أي هذا الموقع وهذا المصدر من مصادره الخاصة أن المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ارتاح جدا لهذا القرار، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن لاعبيه سيتجنبون الرحلات الشاقة صوب بلدان منتخبات منافسة، وكذلك تشابه الظروف المناخية في المغرب والجزائر. يعني الكوتش جمال بلماضي يعني حاليا حسب هذا المصدر ومصداقية هذا المصدر لأنه راه مرتاح من هذه القرارات، لأنه اللاعبين ما راحش تكون عندهم رحلة شاقة إلى يعني جنوب إفريقيا بطبيعة الحال. والسبب الثاني هو أنه المناخ راح يكون يعني مثل الجزائر مثل المغرب، يعني ما راحش يتغير بشكل كبير جدا، ليس عكس الأراضي يعني الإفريقية في الجنوب، يعني تكون الحرارة مفرطة وذلك بشكل كبير جدا، وأرضية الملعب يعني تكون يعني نوعا ما اصطناعية. فرياض محرز تكلم عنها في موقع وي هوستل، يعني تحدى بعض الانجليز، قال لهم يعني كنتوا تضحكوا على مستوى المنتخبات الافريقيه، روحوا لعبوا يعني في الاراضي الافريقيه وردوا لي الاخبار. كان هذا هو تصريح اعزائي المشاهدين رياض محرز في الفتره الاخيره. بينما صرح نفس المصدر قائلا كما ان الملاعب والارضيات الجاهزه التي يتوفر عليها المغرب تسمح لابطال افريقيا بتطبيق كرتهم الجميله والمعروفه في عهد المدرب جمال بلماضي، عكس ما يصادفهم في الكثير من الملاعب القاره السمراء، حيث يضطرون للعب في ارضيات غير صالحه مما ينعكس على الاداء الفني للاعبين، مثل ما كان الحال في مباراتي زامبيا وبوتسوانا. صراحه حقيقة يعني في مباريات بوتسوانا وزامبيا كانت عندنا يعني
مشاكل كثيرة مع أرضية الميدان للأسف الشديد، ولكن تخطيناها بطبيعة الحال. الحمد لله المنتخب الوطني الجزائري يعني كان قادر على الفوز عليه. على العموم كانت هذه ردة فعل كوتش جمال الماضي، مرتاح كل الارتياح بسبب هذه الأخبار حسب هذه المصادر. فنتمنوا أن لاعبي المنتخب الوطني الجزائري يكملوا الواجب بتاعهم ويعني يفوزوا على جميع المنتخبات اللي راح تكون منافسة للمنتخب الوطني الجزائري. ننتقل الآن إذا مشاهدين إلى الخبر الموالي الذي يتعلق ب يعني كأس أمم إفريقيا لسنة 2022 التي ستبدأ إذا مشاهدين في الفترة ما بين يعني السادس من شهر يناير المقبل أو شهر جونفي. فلهذا أكدت لنا العديد من التقارير الجزائرية المحلية باللي أن التلفزيون العمومي الجزائري قد اشترى جميع حقوق البث للمباريات عبر قناتها بطبيعة الحال، وقد اشترت يعني حقوق بث ل 25 مباراة بطبيعة الحال. هذا خبر يعني جد مفرح لأنه قادرين يعني يشاهدوا هذه المباراة إن شاء الله في التلفزيون العمومي الجزائري إذا توفرت حسب رأيي الشخصي تقنية الـ HD. فنتمنوا يعني يزيدوا يكملوا الخدمة تاعهم ويعملوا لنا تقنية الـ HD من أجل الاستمتاع بمباريات كأس أمم إفريقيا لسنة 2022. على العموم رسميا التلفزيون الجزائري راح يبث لنا هذه المباراة. تسألوني واش التلفزيون الجزائري راح يبث مباراة الجزائر وجيبوتي؟ نعم إذا مشاهدين، بما أن هذه المباراة راح تكون في الأراضي الجزائرية عندهم حقوق يعني البث لهذه المباراة، ولكن خارج الديار في الأراضي المغربية أمام بوركينا فاسو. فمتأكد 100% باللي أنه بيان سبورت هي اللي راح تبث لنا هذه المباراة. على العموم مانيش متأكد، ولكن إن شاء الله راح نعمل اتصالات نتاعي مع هذه القناة ونجيب لكم الرسمي. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي الذي يتعلق برامز الزروقي، أين وكيل أعمال يعني رامز الزروقي أكد لنا بتصريحات قوية جدا، حيث صرح في الفترة الأخيرة لهذه القناة الظاهرة أمامكم في اليوتيوب. صرح قائلا بلي أن رامز الزروقي بإمكانه اللعب في فرنسا ومع أي فريق في هولندا، حيث تصريحاته جاءت قائلة بلي أن مبلغ انتقاله لن يصل إلى سقف 10 ملايين يورو، وذلك بقوله صحيح أن رامز الزروقي تطور كثيرا مع نادي تفينتي، لكن حسب رأيي الشخص لن ينتقل سوى لفرنسا بعد نهاية الموسم الجاري. وقائلا أيضا بالإضافة بإمكانه بالطبع يعني اللعب مع أي فريق في الدوري الهولندي، لكن صراحة زروقي ليس بالموهبة الكروية التي يعني يمكنها حاليا بجلب 10 ملايين يورو أو أكثر لتفنتي، إنه بعمر 23 سنة فقط، ولو أن المبالغ المجنونة التي تدفع في كرة القدم الأوروبية حاليا تجعلنا ننتظر كل شيء. فهو يقول بلي أنه هذا اللاعب ما يقدرش يجيب 10 ملايين يورو لانه مازال صغير في السن، ويعني ظهر في فقط في الموسم الماضي في تألقه، ولكن قادر يلعب في انديه اوروبيه بطبيعه الحال مثل فرنسا واي نادي في يعني الدوري الهولندي. ولكن على العموم قال بلي انه يعني رانا نشوف مبالغ طائله تصرف على العديد من اللاعبين، فممكن اننا نرى يعني رامز الرقي ينتقل بمبلغ من 8 الى 10 ملايين يورو، يعني ما يفوتش حاجز 10 ملايين يورو. وبطبيعه الحال اداره نادي تفينتي ليست بغبيه، هي لا تريد بيع هذا اللاعب، تريد ابقاء هذا اللاعب في نادي تفينتي من اجل الاستفاده منه، وايضا يمكن أن تبيعه يعني في قدم المواعيد من أجل أن تستفاد منه، وذلك بشكل أكبر وبمبلغ أكبر بكثير. وبعد تصريحات هذا يعني الوكيل الأعمال للعديد من اللاعبين في الدوري الهولندي، أكد لنا أحد المواقع الإنجليزية باللي أنه إدارة نادي سبيرز وجماهير نادي سبيرز بطبيعة الحال متشوقة بشكل كبير جدا من أجل التعاقد مع نجمنا الجزائري ألا وهو رامز الزروقي، خاصة بعد تصريحات هذا يعني الوكيل الأعمال باللي أنه صفقته لن تتجاوز 10 ملايين يورو، وأيضا يريدون هذا اللاعب أن يكون خليفة للاعب هوتسبيرز الظاهر أمامكم أعزائي المشاهدين، الملقب بهوتسبيرز الظاهر أمامكم. وطبعا يعني أبدى هذا الموقع وقائلا بلي انه جماهير الهوت سبيرز يعني راح تكون متشوقه جدا لرؤيه هذا اللاعب رفقته يعني وتحت قرارات وتحت تدريب نونو سانتو بطبيعه الحال. فما رايكم اعزائي المشاهدين حول هذه الاخبار؟ رجاء اخبرونا ارائكم في صندوق التعليقات. وطبعا اعزائي المشاهدين كان هذا الفيديو اليوم، اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه اذا لستم مشتركين بعد. وكان هذا الفيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.